مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن الحوار في القرآن، وإن يكون عندنا كتاب متسجل فيه حوارات اللي صاغها ربنا سبحانه وتعالى، فأكيد الحوار ده مليان أسرار ومليان استنباطات فيها خلاصة معاني ضروري توصل لنا ونعيش بيها. والحكمة من الحوار في القرآن لأن ربنا ميز الإنسان عن كل الخلق بالعقل، والعقل من أهم مواصفاته هو البحث عن السبب والمسبب. فعقل الإنسان ومنهجية تفكيره مبنية على السؤال والبحث عن الإجابة طول الوقت، فالحوار هو أداة مهمة ربنا أوجدها لنا علشان بنقدر نوصل للحقيقة، وبيه بنزداد معرفة وبنروض نفسنا عن اتباع أهوائها وعن سيطرة انتصار الذات، فتتوجد البراهين للعقل والبصيرة للقلب فتتوجد الهداية. فلو اتعلمنا أداب الحوار والجدال الإيجابي هنلاقي نفسنا اتعلمنا دين واتعلمنا تطبيقه، وده اللي بنعمله الملف ده. كل يوم بناخد نموذج لحوار من القرآن ونتعلم منه أداب الحوار والهدف منه. النهاردة هنتكلم عن حوارات سيدنا إبراهيم مع النمرود ومع قومه، وحوارات سيدنا إبراهيم في دعوته لقومه مختلفة ومتنوعة، فيها الحزم والشدة وفيها اللين، واعتمد سيدنا إبراهيم عليه السلام على الحجة ومخاطبة العقل في حواراته. من أقوى الحوارات اللي تتدرس كنموذج في فن المناظرات هو حوار سيدنا إبراهيم مع النمرود. النمرود ده كان ملك طاغية يقال حكم 400 سنة، كان عنده ملك عظيم فوهم نفسه إنه الإله وقادر على كل شيء، فسيدنا إبراهيم حاوره بلغته اللي يفهمها وهي القدرة، فقال له ربي الذي يحيي ويميت، فرد عليه قال أنا أحيي وأميت. معتقد إنه لما بيقتل فكده بيكون بيميت، ولو عفى عن الشخص فكده أحياه. سيدنا إبراهيم ما جادلهوش ولا دخل معاه في محاولات إقناع، هو عارف إن التركيبة دي مش بتحاور علشان منتظرة تقنعها، الكبر بيغطي وقتها على إنهم يسمعوا ويستقبلوا أصلا. فاللغة اللي تنفع معاهم هي إنك تحاورهم بالحجج القوية اللي ما يقدروش يوجدوا بعدها مخرج، وده اللي عمله سيدنا إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سيدنا إبراهيم بيحاوره وهو واضح له أنه شخص طاغية مش عايز الحقيقة، لكن كان لازم يحصل الحوار ده لأن النتائج من الحوار هتأثر مع المحيطين اللي هيشهدوا الحوار ده، فكان لازم الحجة تكون قوية، فالعقول اللي بتسمع حواليه وعندهم الاستعداد للاستقبال والتمييز يفكروا ويفرقوا بين الحق والباطل. علشان كده يقال إن بعد الحوار ده النمرود أمر بسجن سيدنا إبراهيم 7 سنين علشان يبعدوا عن الناس وما يأثرش عليهم، واستمر سيدنا إبراهيم في منهجه في الدعوة وهو الحوار بالحجة والمنطق. حاولوا قومه هم كمان يستخدموا الحجة في الحوار، لكن كانت حجتهم عبارة عن تخويف سيدنا إبراهيم بالآلهة بتاعتهم، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. وبعدها وجه لهم سيدنا إبراهيم سؤال استنكاري، قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وبعدها وضح لنا قضية من القضايا المهمة في العقيدة من خلال سؤال وجواب، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سؤاله عليه السلام ليهم مين المفروض يعيش خايف في الدنيا ومين اللي يعيش في أمان، وربط فكرة الأمان والخوف بأنها معتمدة على الظلم، الظلم بكل أنواعه، بداية من ظلم النفس ببعدها عن طريق الله، هو ده اللي بيوجد القلق والهم والخوف لأنه بيبعد الإنسان عن حقيقة معاني الإيمان. ووضح لنا أن المؤمنين اللي محافظين أنهم ما يشوهوش إيمانهم بالظلم فهم دول اللي هيدوقوا معاني الأمن بجد في الدنيا، وده مبدأ أساسي في العقيدة. والآلهة اللي قوم إبراهيم بيخوفوه منها هي رمز لكل حاجة بنقلها وبنعمل لها حساب، وهي مصدر لمخاوفنا ومعيشانا في خوف مسيطر علينا من الفقد، من قلة الرزق، من المستجدات، من البشر وتحكماتهم، من كل حاجة حوالينا. فكانت حجة سيدنا إبراهيم قوتها دايما في إنها بتحسم الحوار لأنها بتخاطب المنطق العقلي وبتخاطب أصل الفطرة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. في مواضع تانية كان حوار سيدنا إبراهيم في مواجهة فيها شدة وحسم واستخدم فيها أسلوب الصدمة، قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بالنسبة لقوم تورثوا عبادة الأصنام وده دين أبائهم، فمواجهتهم بأنكم وأبائكم في ضلال دي صدمة هدفها تفوقهم، وده يودينا المعنى تاني في العقيدة،
إن العرف أو العادات والموروث هم مش تشريع بنتبعه من غير تفكير. في موروثات كتيرة جدا غلط وبنتبعها عمياني، وده اللي واجههم بيه سيدنا إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتوا غلط وموروثكم وأهاليكم اللي ابتدعوا الكلام ده غلط. فمهم قوي الإنسان يراجع عاداته وموروثاته اللي تعودنا عليها، ويقيسها بالعلم السليم بمنهج الله فيعرف يتبعها ولا لأ. صعد سيدنا إبراهيم حواراته مع قومه وأساليب دعوتهم ولفت نظرهم، وطول دعوته بيخاطبهم بلغتهم، ففكر في موقف يثبت لهم من خلاله إن الأصنام دي ملهاش أي سلطة عليهم، فقرر يكسرهم كلهم ما عدا صنم منهم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جاب لهم حجة عملية من معتقداتهم يثبت لهم إن الآلهة دي ملهاش أي دور. ودي قاعدة لكل حاجة في الحياة، أي حاجة في الدنيا مهما كان ظاهرها القوة والسيطرة فملهاش دور أو تأثير حقيقي، كلها شكليات دنيوية، والحقيقة بقوانين الله لها معاني تانية خالص. قوم سيدنا إبراهيم من جواهم عارفين إن الآلهة دي مش هتنفعهم في حاجة، ودي نقطة مهمة كتير بنقع فيها أو بنقابل ناس زي دي، نفوسهم من جواهم عارفين قوي الحقيقة لكن بيكبروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل واحد في النهاية عارف نفسه وحقيقة صدقه، لكن الكبر لو اتمكن من إنسان بيعمي نفسه عن الحقيقة، والتراجع بيكون صعب. والناس دي أكتر حاجة بتضايقهم إنك تبقى كشفهم وبتواجههم بحقيقتهم، فتفكيرهم كله إزاي يصرفوك عن طريقهم بأي طريقة. وده اللي عملوه قوم سيدنا إبراهيم معاه، قرروا يحرقوه ويخلصوا منه. وهنا كانت المعجزة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار ربنا أبطل مفعولها، وده قانون من قوانين العقيدة. ربنا مالك الكون، هو خالق قوانينه، فبقدرته يغير نواميس الكون. وده حتى لو ما تعملش في صورة معجزة واضحة، فبنشوفه في حياتنا لما تكون بتسعى في خطوات توصلك لخطوات نتيجة تانية خالص غير النتيجة المنطقية اللي مفروض تكون. كل الكلام ده مستحيل نوصل له من غير درجات الثقة واليقين اللي بتوصل لأعلى درجات التسليم، ومش بيتوجدوا من غير معرفة حقيقية لله، فبيتوجد الصدق اللي بيوجد قوة الإقناع في الحوار، وبيتوجد الأثر والتأثير الحقيقي، وبينعكس ده على الشعور بالعزة والبصيرة والحكمة والنصر الحقيقي من ربنا. معاني كتيرة في حوار سيدنا إبراهيم مع قومه هنتناقش فيها النهاردة بالتفصيل بإذن الله مع ضيفنا الشيخ فتحي الزيات من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.